البشرة الصحية تعتبر البشرة الصحية والنقية من أبرز مقومات الجمال التي تبحث عنها كل أنثى، لكن الحصول عليها ليس بالأمر السهل بل يحتاج إلى الكثير من العناية والاهتمام، وتتعد مظاهر العناية. بالبشرة بين الاهتمام بالنظام الغذائي المتبع والإكثار من تناول الأطعمة المغذية والمفيدة للبشرة، وعدم تعريض البشرة للشمس لفترات طويلة، واستخدام كريم واق من الشمس في حال التعرض لها. والكريمات المرطبة والمغذية للبشرة، كما أن عمل الماسكات للبشرة بين فترة وأخرى أمر مهم جدا، خاصة إذا كانت محضرة ومستخلصة من مواد طبيعية. وهنالك العديد من هذه الماسكات التي تحل جميع مشاكل البشرة وتجعلها صحية ونضرة، ومن أبرزها ماسك العسل والليمون الذي سنتطرق للحديث عن فوائده وكيفية تحضيره. اقرأ المزيد على موضوع نقطة كوم. عالم الرئيسية العناية بالبشرة. فوائد العسل والليمون للوجه. فوائد العسل والليمون للوجه بواسطة سناء الدويكات. آخر التحديث 2:03 13 ديسمبر 2017. ذات صلة فوائد العسل والليمون للبشرة. فوائد اللبن.